وخمسة. ايه ايه الشاي؟ بقى؟ مش بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بإذن الله. محاضرتنا النهاردة عن البيت فور والمال برات إن أرديولوجي. حضرتك سامعني كويس كده في الطعام ولا؟ الصوت تمام مسموع. طيب تمام، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. البيت فور والمال برات إن أرديولوجي، طبعا ده موضوع كبير جدا. والبيت فورس والمال براكتس الراديولوجي بيبقى كتير وإحصاء كتير بتقول إن المال براكتس في الراديولوجي بيتخطى أكتر من 30%. إيفن مع الـ دراماتيك أدفانس إن إيميجينج تكنولوجي إن ريسنت ييرز، reported error rates have remained relatively static and about 30%. ده معناه إن البيت فورس براكس في الراديولوجي على الرغم من الإيميجينج تكنيكس الجديدة والأبديت والفرايتس اللي موجودة، ستيل بتتخطى 30%. طيب إيه الأسباب اللي ممكن تعمل البيت فورس أو المال براكس؟ عندي أسباب تكنيكال، أسباب سيستم ريليتد، وعندي هيومن ايرور. عمليا وفي إطار الشغل أهم تكنيك فيه أهم أسباب فيهم الهيومن ايرور. ليه بقى الهيومن ايرور أو الهيومن فاكتور أهم حاجة فيهم؟ لأن الهيومن فاكتورز دي عبارة عن ميني فاكتورز. أهم واحدة فيهم الإنتر أكشن بتوين ميديكال تكنيكال أند سبورتنج ستاف within and outside radiological department. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اهم حاجه عشان نقدر نتجنب المال براكتس والبيت فولز ان يبقى اكشن ما بين الفيزيشن والراديولوجيست، علشان نقدر نوصل لافضل راديولوجيكال اسسمنت ايه للعيان او للكيس. ده بيعمل مشكله كبيره جدا جدا معنا احنا كراديولوجيست. ليه طيب؟ لان المفروض ان انا عندي بروتوكول لكل بوينت اوف فيو، او ان العيان عنده شكوى معينه في اورجن معين، كل حاجه وليها بروتوكول. لو انا وصل لي ريفير كويس من الفيزيشن، او اني عرفت الكلينيكال والهيستوري بتاع العيان واللابوراتوري اسسمنت بتاعته، هنقدر نوصل للبست راديولوجيكال ايه اسسمنت. بمعنى تاني يعني لو انا مثلا عيان جالي كده سي تي ريفير سي تي ابدومينال، طيب حضرتك يا فندم شكوتك ايه؟ بطني وجعاني. طيب احنا طبعا العيان المصري عشان نعرف ناخد منه هيستوري الموضوع بقى صعب جدا جدا. طيب المفروض ان انا كارديولوجيست بيجي لي ريفير، بيجي في كلينيكال هيستوري بتاع العيان واللابوراتوري داتا بتاعته الفول هيستوري يعني العيان. ده بيدي فرصه افضل ليه؟ يعني مثلا الدكتور بعت لي وشكك ان مثلا العيان عنده مشكله بانكرياتيك، انا عندي حاجه اسمها بانكرياتيك بروتوكول. فبدل ما مثلا البانكرياس عندي في السي تي بيظهر في كاب او اتنين، انا باخد السي تي كل 3 سم كل 5 سم، لا بعمل حاجه اسمها بروتوكول بانكرياتيك بروتوكول، باخده كل ملي اتنين، فبقدر اعمل اسسمنت للبانكرياس في اكبر قدر من الصور في اقل سلايد ثيكنس، فده هيفيد العيان. طيب افرض ان انا مثلا العيان عندي مشكله فيه في السوبرارينال، فانا لازم قبل ما اعمل فحص العيان الدكتور مثلا يبلغني ان هو عنده مشكله انه شاكك في السوبرارينال. ليه؟ السوبرارينال ده بروتوكول تاني كارديولوجيكال اسسمنت، ليه بروتوكول تاني. بعمل ايه؟ لازم اخد بري كونتراست واخد له هاوند فيلد يونت، وبعدين بوست كونتراست، وبعدين باخد في الثانيه وبحسب الهاوند فيلد بعدها، وبعدين عندي حاجه اسمها ريليتيف ابسوليوت عشان اقدر اوصل للتشخيص واقدر اضيق الديفرنشال دايجنوزيس كارديولوجيكال اسسمنت العيان. لازم الداتا كلها توصل للراديولوجيست. عندي مثلا عيان سي جو اي تي باول، يعني باول ده عندي بروتوكولات كتير، المفروض عيان يبقى شارب كونتراست،
دلوقتي عندي الكولونوجرافي، عندي الانتروجرافي، بيقدر يديني راديولوجيكال اسسمنت للعيان افضل. طب انا كلينيكال داتا بتاعت العيان، العيان مثلا مشكلته مشكلته هيماتيميسيز، مشكلته مينينا، اللاك اوف كوميونيكيشن او الانتر اكشن بين الراديولوجيست وبين الفيزيشن بيخلي الراديولوجيكال اسسمنت يحصل فيه ديبثوس مال براكتس. فده مهم 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 مهم. العيان المصري لما بيجي الدكتور الاشعه بترجع تقول له احنا عندنا بروتوكول عشان نقدر نوصل، هو مش بيتفاهم الوضع ده، هو بيتفاهم ان الدكتور بتاعه بعته انت تعملي ده. طيب حضرتك طب بتشتكي من ايه؟ او بص هو الدكتور قال لي نعمل ده. فمهم ان الداتا بتاعت العيان، وخاصه لو بيجي لنا ريفير، بتبقى حاجه بتساعد العيان جدا، بيخلينا نقدر نفوكس على الكومبلين الاساسي بتاع العيان، بنقدر نطلع الراديولوجيكال اسسمنت افضل. طيب مش بس الانتر اكشن او الكونكشن بين الدكتور الفيزيشن وبين الراديولوجيست، لا حتى بين الراديولوجيست والراديوجرافر، يعني بيني وبين الفني في المكان اللي انا شغاله فيه، لان لازم البروتوكولات دي اكون منبهه الراديوجرافر اللي معايا ان العيان كومبلين بتاعه كذا، فاحنا هنعمله كذا، فاحنا هنكمله كذا. فعلشان نوصل للبيست راديولوجيكال اسسمنت لازم يكون في كونكشن بين الايه؟ بين الدكتور وبين الايه؟ الفني اللي معاه، وده يتوقف على ان الدكتور يكون واصل له الداتا كامله عن العيان. طيب في حاجه تانيه مهمه، ان البوينت بتاعت العيان في كل حاجه بيعملها مش شرط بس الكلينيكال، الليبوراتوري مهم يكون معاه. العيان عمل منظار، العيان عمل عملية، العيان لازم الداتا كلها بتاعت العيان تكون ايه؟ قبلها او بعدها. بيفرق العيان مثلا حط ستنت او مش حط ستنت، لان الحاجات دي ممكن تعمل ارتفاكت. الفولو اب بتاع العيان، الفولو اب بتاع العيان لازم يكون معاه الافلام القديمه عشان نقدر نقارن له. العيان المصري بالنسبه له الافلام القديمه ان احنا كارديولوجيست طلبناها، ده معناه ان هو ايه؟ احنا هنغش من الافلام اللي معاه. فلازم العيان وهو جاي يكون عارف ان انا فولو اب، لا قدر الله عندي مثلا او يكون معاه الفولو اب بتاعه. فده مهم برضو ان يكون متاح، ويكون العيان مع الافلام الاديه بتاعته او الفول داتا بتاعته واللبس بتاعته عشان نقدر نوصل للبيست راديولوجيكال اسسمنت، وان احنا نتجنب البيت خالص. من ضمن الهيومن فاكتورز ان دلوقتي الاشعه كلها فيها توجه ان احنا بنعمل حاجه اسمها ريبورتنج اند داتا سيستم. ريبورتنج اند داتا سيستم دي عباره عن بنقول عليه ايه، سيستم بيحط جريدز اكوردنج تو الداتا اللي شايفاها. بمعنى يعني مثلا في البريست البايت بيديني سوسبتابيليتي الليجن ده اكوردنج كرايتيريا معينه انا بشوفها، فاقول مثلا ده بايراد 1 بايراد 2، ده اكوردنج تو ان هو بي 9، ان هو بروبابلي مالجنسي، لا ان هو هايلي مالجنانت. الريبورتنج اند داتا سيستم اللي اتحط دلوقتي المفروض يبقى واضح لدى الراديولوجيست ولدى الفيزيشن. ليه؟ علشان دي لغه التحاور بيننا وبين حضرتك. يعني الثايرويد، التايرويد لما يكون في نوديول، في حاجه اسمها تايرويد 1 تايرويد 2 ده بي 9 تايرويد 3 اكتر من سنتي ونص ولا اقل من سنتي ونص، اكوردنج تو راديولوجيكال كرايتيريا انا بشوفها، بقول لحضرتك ان سي ده تايرويد 3. تايرويد 3 ده معناها انه اقل من سنتي ونص النوديولا بالكرايتيريا بتاعتها، اذا انا هعمل فول اب بس، اكتر من كده لازم تاخد فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي. يبقى دي لغه تفاهم بين الراديولوجيست وبين الكلينيشن علشان نوصل لداتا ثابته، فيكون واضحه بالنسبه للدكتور وبالنسبه لايه؟ للدكتور الاشعه. فدي برضو من الحاجات اللي لازم تبقى واضحه وتكون مهمه عشان نقدر نوصل للبيست راديولوجيكال، وفي نفس الوقت نتجنب اي التكنيكال كوز البيت فوت مال براكتس. اشهرها الارتفاكتس. ارتفاكتس معناها حاجات انا بشوفها في الصور لا تعني باثولوجي او حاجه موجوده.
دي بتبقى راجعه ملي للجهاز او لتشو معين بيطلع منه الارتفاكت ده. مشكله الارتفاكت ده ان هو يا اما بيظهر في صوره بيشكك الدكتور انها ممكن ده يبقى باثولوجي، او ان هي بتغطي على باثولوجي، حاجه اسمها ميس بليس بتغطي اللي تحتها، او ان هي نفسها بتدي انكوريكت بتاكسجريت او بتقلل البرايتنس او الشيب او السايز بتاع الاندرلاين باثولوجي، فده بيعمل بيك فولت وبيعمل مال براكتس. طيب عشان نقدر نتجنب الارتفاكس دي لازم يعني نسبيا على الاقل الدكاتره تكون عارفه الاشهر ارتفاكس. حضرتك معايا؟ شفت مع حضرتك. شفت حضرتك سامعين؟ طيب كويس أوي، حاجة مبسوطة تمام. فالارتفاكس دي مهم على الأقل نعرف الحاجات الأساسية أو الحاجات اللي ممكن تعمل البيتفورس أو المالتفورس. طيب هنتكلم على كام حاجة كده من اللي بنشوفهم جنرال كده. وغالبا يعني هنتكلم عن اغلب بيبقوا ما بين سونار دي الحاجات الكومن قوي. عندي حاجه اسمها رينج داون ارتفاكت، ده معناها ان لما العيان تيجي تعمله سونار تقول له المفروض ان حضرتك تبقى صايم. يجي العيان يقول لك اه يا دكتوره انا صايم، تحط البروب تلاقي الجهاز الاستومك جهاز او البارتكلز اللي في الاستومك تعمل وراها شادو، تخيل ما اشوفش اي حاجه منهم، لا الجزء بتاع الديودينم ولا الجزء بتاع البانكرياس ولا، فكل ده بيعمل شادو بيماسك كل اللي وراه. علشان كده من اساسيات السونار ان العيان يكون ايه؟ صايم، وما يكونش واكل حاجه فيها تعمل جازز وفرمنتيشن زي الالبان والجبن والكلام ده، لان بتعمل حاجه اسمها رينج داون ارتفاكت، وده بيعمل ماسك للايه؟ لصوره السونار، بيخليني ببقى ماسك كل الحاجات اللي وراه. عندي حاجه اسمها اكوستيك شادوينج، لو عندي جول بلادر ستون بتعمل حاجه اسمها اكوستيك شادوينج، وده برضه بيعمل ماسك وراه، يعني ممكن جزء كبير من السي بي دي ما يكونش شايفه، بضطر ان انا انام العين على جنب الناحيه الثانيه او ان انا اخليه يتحرك او يقعد بحيث ان انا اقدر احرك الجول بلادر ستون عشان اقدر ان انا احكم على السي بي دي مثلا البورتال بين الجزء الماسك بالايه؟ بالشكل. الصورة اللي احنا شايفينها دي عبارة عن ده الليفر، وده دي جول بلادر وفيها جول بلادر ستون، وده الشادو اللي بيخليني مش ببقى ايه شايفه. عندي حاجة اسمها كوميت تيل ارتفاكت، ودي بنشوفها كتير جدا وبالذات اساتذتنا ودكاترتنا في البطن اغلبنا بيشتغل سونار. ليه حاجة اسمها كوميت تيل ارتفاكت؟ كومتين دي في حد يقول لك اه انا شفت فيها ستون في الجول برادر، وبعدين يجي يقول لك دكتور سنار ما شافش حاجه، لا آه انا شفتها. لا هي حاجه اسمها كومتين دي معناها لما يكون في كوليسترول ديبوزيتس او فات ديبوزيتس في الجول بتدي الكومتين ده، فده ارتفاكت ده مش باثولوجي. اوقات كتير بالسونار نبص نقول ايه في رينال ستون، عيان انت عندك ايه؟ عندك اسود كده، وبعدين روح اعمل سونار او روح اعمل سي تي يو تي، ويجي الريبورت في السونار فري ويجي الريبورت في السي تي يو تي فري. طيب ايه المشكله؟ المشكله في اوقات ان الفيسلز في الارينال فيسلز في اوقات بتدي ايكوجينيستي شكا منا ان هي ستون، بس احنا لو زومنا ووسعنا بتدي حاجه اسمها تريبل ايكوجينيستي، ولو فتحنا عليها كولر وظبطنا بيطلع ايه؟ فيسل زي ما احنا شايفين يعني في الصوره هنا. لاول وهله يقول ان ده ايه الايكوجينيستي بتاعت الرينال ستون، انما لما ظبطناها وظبطنا الدوبلر فيها طلع ان ده بيسمس. دي حاجه اسمها توينكلينج ارتفاكت، وده من اشهر الارتفاكت اللي بتظهر اللي بتعمل
مال براكتس كتير جدا جدا بيجي في الشغل. في حاجات تانية في السي تي، تلاقي العيان في الطوارئ جاي وجاي لنا الصورة دي، والأول واحنا نبص كده نلاقي إن النيزل بون هنا تسميه فيها فراكشر، بس دي مش فراكشر يعني. وهنا العيان متحرك، حاجة اسمها موشن أفكت، العيان لما يتحرك موشن أفكت يبان لك، فده من أشهر الأرتفاكتس اللي بتبان. المفروض إن الصورة زي دي ما اعتمدش عليها، لأن ده أرتفاكت يدي ميس دايجنوز إن العيان عنده نيزل فريكشن. في حاجة اسمها ميرور ايمج ارتفاكت. الميرور ايمج ارتفاكت ده بنشوفه لو عندي هيباتيك ليجن زي ده مثلا، تمام، اوقات بشوفه متكرر. ده مش معناه ان انا عندي ليجن في الليفر ودايفرام وفوق دايفرام، في ناس تقول لك انا شفت الليجن موجود فيه، عندي حاجه في اللنج وعندي حاجه في الليفر. لا، حاجه اسمها ميرور ايمج ارتفاكت، وده بنشوفه كتير جدا جدا في الفيلم. الدوبلر كله سيتنج. الدوبلر كتير جدا جدا سيتنج، الانجل والجين والستين، فتلاقي نفس العيان ونفس الدوبلر لما بنظبط الانجل والستير بيخلينا نشوف ان الفيسس هنا كله كالر، معناه ان هو بيتنت وكويس جدا. هنا لما نشوفه لو ما ظبطناش السيتنج بيبقى شكله كده، بصنا في انترابشن، في حته نارود، فيدي ايه فولت امبريشن ان في مشكله. لما بنرجع بقى نظبط الجين والانجل تمام، بالتالي الفيسس بتاعي ايه كويس جدا. المشكله هنا مشكله السيتنج الانجليزي، وده مهم جدا جدا في الجد. الاليزنج ارتفاكت ده برضو الناس اللي بتشتغل الدوبلر، الاليزنج ده معناها ان تلاقي تربلنس اوف فلو. تربلنس اوف فلو ده معناها ان يدي انديكيشن ان الجسم ده فيه مشكله، ان في نار، ان في ديستال نار وينج، او في بروبلم ديستال. انما هي المشكله هنا في الفيلوسيتي بتاعت السيتنج بتاع الجهاز. لو انا ظبطتها وكل فيسلز بيبقى ليه فيلوسيتي بتظبط عليه، الليزنج ده بيروح والفيسل بيبان كويس والكالر فلو بتاعه بيبان كويس جدا. فدي من ضمن المشاكل التكنيكال اللي لازم تتظبط كويس علشان ما يديناش في وقت ايه امبريشن. في حاجات سيستم ريليتد ايرور. سيستم ريليتد ايرور معناها ان الحاجات دي بنشوفها سبيسيفيك لكل سيستم شغال، زي مثلا في السيتي برين كتير جدا جدا عندنا مشاكل مع البروستير فوسا. البروستير فوسا في السيتي برين بيحصل فيه ارتفاكتس كتير زي البيم هاردنج ارتفاكت. دايما بنلاقي في البروستير فوسا كده خطوط سوداء وخطوط بيضاء، اوقات كتير بيحصل ميسنج ليجنز موجود في البرين ستيم او البروستير فوسا. ده بيتطلب ان احنا نشوف العيان اكزيال وساجيتال وكرونال. في اوقات لو العيان كلينيكال بريزنتد بنيولوجيكال انسلت، يبقى بنقول بقى مثلا ان العيان ده محتاج يعمل ديفيوجن او نشفت على الام ار. فالبوستير فوسطة من الحاجات اللي بيحصل فيه ارتفاكت ايه كتير، فده ممكن يخلينا يحصل مس لانسلت موجود في البرين ستام. فده مهم ان احنا نعرفه ونشفت على الام ار او الام ار ديفيوجن عشان نقدر ان احنا ايه ما يحصلش ميسنج. دي برضو من الارتفاكس اللي بتحصل في البوستير فوسطة كتير، تلاقي مره خطوط سوداء بتاعت البيم ارتفاكس، في حاجات اوقات خطوط بيضاء مع الدنسيتي بتاعت العظم. فكل ده بيحصل ارتفاكس فبيعمل مس للبوستير فوسطة سواء كان بريستيم او سيربريم. الحته دي لازم نشوفها كويس، اكزيال ساجيتال كرونال او نشفت للام ار.
من ضمن الحاجات كمان مهمه السب اوبتيمال كونتراست والاستايل، معناها ان اولا الكونتراست بالنسبه للتخصصات مهمه جدا 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 جدا، ودي برضو من ضمن المشاكل اللي بنواجهها، ان في حاجات ما بتتشخص غير بالكونتراست. يعني العيان جاي لك الدكتور قال لي انا مش هنسى، طب حضرتك ما ينفعش حاله تتشخص غير كونتراست. هو انا عايز اعمله كده، طب احنا لو عملنا كده مش هتاخد اي داتا مفيده للعيان، وهنضطر ان العيان في الكونتراست انهانسد ويجي العيان تاني يتكلف سعر الايمجنج تاني عشان يتحقن تاني. فالكونتراست مهم مهم في حاجات كتير. يعني مثلا عندنا عندي كان هيستوري، يعني عنده مثلا عيان مثلا كانسر بريست، عيان كانسر بريست، وباجي اعمل له سي برين وعنده هيدك، لازم العيان يتحقن طبعا، لازم لازم، لان اي سبيسك كوبايت ليجن ممكن ما يبانش في النون انهانسد، فلازم في ايه صبغه. او ممكن كل مشكله العيان عندي منجيال انهانسمنت زي حالات المنجيال كارسيماتوزا، ممكن تكون كل شكوى العيان ان عنده منجيال انهانسمنت وديبوزيتس للميتاستاسيس على المننجيز، فده مش هيتشخص غير بالايه؟ بالكونتراست. وعلشان نحقق العيان كونتراست، الكونتراست بتتحسب بوزن البيشنت، فلازم ندي اوبتيمال كونتراست بولس علشان نقدر نحكم على الايه؟ على الفحص صح. دي من ضمن التخصصات، ان لو السب اوبتيمال كونتراست بولس في اوقات بيدي زي ريجولاريتيز واندر فيلنج للفيسلز، فممكن يديني صوره كافيرنس ساينس، يديني صوره ترومبوزيس، يديني صوره ناروينج او ستينوزيس، فده بيدي مشكله، في حين ان كل القصه بتاعت العيان انه محتاج ياخد الكونتراست في الايه؟ بالاوبتيمال بولس بتاعه، وبتتحسب بوزن العيان. مهم جدا جدا زي ما قلنا ان احنا يكون عندنا ايه؟ كلينيكال داتا بتاعت العين. طيب الصوره اللي قدامنا دي صوره بيتروس بون، سي تي بون ويندو بيتروس بون. السلايد ثيكنس، السلايد ثيكنس مهم جدا 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 عشان ما يحصلش ايه؟ مال براكتس. ليه؟ لان انا مثلا لو جاي العيان في تروما ويا دكتوره العيان عنده اوتوريه، بعمل حاجه اسمها سكال بيس بروتوكول. سكال بيس بروتوكول بدل ما انا بمشي بالسكنس سنتي ونص 2 سنتي، لا باجي على البتروس مثلا سكال بيس باخد كل ملي 2 ملي، فبيديني سلايد سكنس كويس يبان فيه باثولوجي. يعني هنا انا مش شايفه حاجه، لما ظبطنا سلايد سكنس بان هنا فيه فشل، بان هنا فشل. لو انا عندي كلينيكال داتا العيان ان العيان عنده اوتوريه، فانا هركز على الجزء ده، فالفشل بينه. فالسلايس سيكنس من الحاجات المهمه بالنسبه للايه؟ للفحص بتاع العين. السي تي برين بقى البيت بوكس فيه حدث ولا حرج. يعني مثلا الصوره هنا انا شايفه ان في حاجه ايه؟ يعني انا عندي حاجه شبه البرين، عندي حاجه ضغطاه، يعني هنا الرايت لاترال فنتركل مزقوق، وفي ايه سلايس مايل ميد لاين شافت الناحيه الثانيه، معناه ان هنا في حاجه، تمام، معناه ان هنا في حاجه، يبقى انا محتاجه سلايس تكنس كويس ومحتاجه اظبط ويندو علشان هكتشف ان انا عندي هنا اكسترا اكسترا ريجن شكله شكل البرين. فده بيبقى شكل الستاب اكيوت ستاب زيرو هيماتوما، بيبقى شكلها كده، بيبقى شكلها شكل البرين، وبتبقى ضغطه، بتبقى عامله حاجه اسمها باكلينج الجري وايت ماتر انترفيس، بتبقى عامله. انا هنا كل ده انا شايفاه، شايفه الماس افكت وحاجه زقه، تمام، البرين تشو، وعامله ايه؟ عامله حاجه اسمها ماس افكت، عامله ميد لاين شيفت. فهنا دي ايه؟ ستاب زيرو ستاب اكيوت ستاب زيرو هيماتوما. الصورة اللي عندي هنا دي أنا لو بصيت لأول وهلة أنا مش شايفة حاجة أوي، بس لو ركزنا هلاقي هنا كده يعني في دنس كده سلايد كده أيزو أو سلايد إيه هايبر دنس، تمام. الحتة دي فين؟ السيلر والسوبر سيلر، تمام. أنا لو شفت ده والعيان عندي كده كان شاكين في حاجة سيلر أو سوبر سيلر، هاخد حاجة اسمها سيلر بروتوكول. السيلر بروتوكول غير البروتوكول بتاع البرين خالص،
وممكن سي تي وحقنه، لازم يتحقن، او رنين دايناميك بالكونتراست بيبقى افضل لانه بيوضح اب تو اللي هو المايكرو ادنوما لحد 1 سم. ففي الحاله دي انا عندي هنا سلايت ايزوت وسلايت هايبرد انس هنا، فدي غالبا غالبا لازم تحتاج صبغه لان اللي بيعمل الشكل ده مايكرو ادنوما. سيتي برين هنا الاول وهلا احس ان فيه هنا حاجه كده سلايت يعني مايل قوي سلايت كده هايبرين عن هنا بالمقارنه. وبعدين لما غيرنا الويندو ظهر، لما بنقعد نغير في الويندو بتاع السيتي فده سسبشس ان هنا في حاجه، انما لو اعتمدنا على الصوره دي ممكن تبز مننا. فلما عملنا الديفيوجن طلع في ريستريكت ديفيوجن ريسنت انفاركشن، ففي الوضع ده ممكن يحصل مسد هنا للايه؟ فارك خمسه. فلما بنكمله فلما كملنا الديفيوجن فطلع في ريستريكت ديفيوجن، فهنا في ريسنت ايه؟ من ضمن البيت فولس المهمه شكل الاديمه بتاع اللي في السيتي، شكل الاديمه يعني انا هنا عندي اديمه بين اديمه وهنا برضو عندي برين اديمه، فشكل البرين اديمه مهمه بالنسبه لي. هنا ممكن تمس مني، هنا ممكن تمس مني، يعني لو انا ما ظبطتش كده الويندو بتاع السيتي ممكن يبان ولا كأن حاجه ولا كأن ممكن لو العيان عندي كلينيكال ان هو العيان عندي نيورولوجيكال انسولت وعنده مثلا ويكنس في الناحيه اليمين وانا بدات اشك كده، لا المنظر ده مش هيعدي عليا ومش واضح في السي تي، يبقى هعمل برين ام ار اي برين ديفيوجن فهيبان الايه؟ الريسنت اسكيميك انسولت. هنا في برين اديما تمام، بس انا مش فاكره معايا حاجه تاني. المفروض العيان ده يتحين، منظر الإديمة دي، منظر الإديمة دي بتاعت السبيس اوكيباينج ليجن، والإديمة دي شكلها بتاعت الانفاكشن او بتاعت السكينك. فهنا ممكن تمس مني تمام، وهنا الليجن نفسه ممكن يمس مني، فهنا لازم عيني تاني. الصورة دي انا شايفة هنا حتة كده هايبرين، فالاول وهلا عند عنده سمول كده سكيمك انسلت او انفارش. طيب لو طلعنا كده جبنا السيكونس نفسه وطلعنا بالخطوط طلعنا ونزلنا هلاقي حاجه اسمها بارشال فوليوم. بارشال فوليوم يعني يعني ليجن بيبقى جنب السلكس او جنب السب كورتيكال بيبقى جنب فيشر او جنب سلكس، فبيبقى ده ايه بارشال فوليوم منه. انما هو ده مش انسلت اوريدي، لا ده حاجه اسمها بارشال فوليوم ارتفيكت. طبعا بكل سهوله جدا يتشخص ان هو ايه سكيمك انسلت. الصوره دي سيتي برين سيتي نيك تمام على مستوى الاورفانس، هي دي الاورال كافيتي وده الاورفانس. انا مش شايف حاجه، وادي السي تي بالكونتراست انا مش شايف حاجه، فده ممكن يعدي بسلام جدا في السي تي. تعالي اشتكي وفي السي تي انا مش شايف حاجه، والبارافرنجيلس بيس اهو، بارافرنجيلس بيس اهو مش شايف حاجه. يعني حتى انا مش شايفه ليجن، لو في حاجه هنا انفلتراتيف فالمفروض تبقى ضغط على البارافرنجيل سبيس، بارافرنجيل سبيس كويس جدا، بس العيان ستيل كلينيكالي ايه عنده سيمتوم. فشفتنا عملنا الام ار، والام ار بالصبغه بان لي الانهانسمنت بتاع انفلتراتيف ليجن، فما بانش في السي تي وبان في الام ار، فحصل مسد هنا سهل جدا. هنا لما حصل انهانسمنت وفي الرنين مع التيشو كاركترايزيشن بان هنا ان انا عندي انفلتريت ماس ليجن.
ودي ملايين. الصورة دي دي سي تي جون ويندو ليك بون. عندي هنا ايه ليشن كده اوستيوليتيك، اوستيوليتيك بوني ليشنز في اي حتة. اول حاجة حاجة مالجنت. لما الهيستوري بتاع العيان اكتشفنا ان هو عامل بون جرافت، فلما اتعمل السي تي اتبان شكلها. فهنا مس دايجنوز ان هي ميتاستاسيز، ان هي اوستيوليتيك بوني ليجنز بقى بالديفرنشال بتاعه. كلينيكال داتا بتاعت العيان قالت ان هو عامل بون جرافت، فخلاص اصبحت ايه ما تقلقناش، مش هندخل بقى العيان دايليمت ميتاستاسيز واعمل له بوني سكان ودور البرايمري فين. لا، مجرد الهيستوري بتاع العيان اصبح الليجن بالنسبه لنا ايه مش مقلق ومفيش ميس دايجنوز. ام ار للبوث هيب وبلفس، تمام. ده الفاتات، الفاتات معناها ان انا بطفي كل الايه المرو البن مرو. بس الصوره هنا فيها حته فيها ايه هاي سيجنال، هاي سيجنال، هاي سيجنال في فاتات معناها ان في حاجه باثولوجي. لا، من ضمن الحاجات في البون في حاجه اسمها او بون مارو تشينجز. بون مارو تشينجز ده بيحصل من نوع من انستيفيكيشنز او فاريانتس في البون مارو باترن. فده فاريانت ايه؟ نورمال، مش باثولوجي. فده ممكن يتشخص ان هو ايه؟ ابسيس او مارو ليجن، انما هو مجرد ايه؟ فاريانت البون مارو ايه؟ باترن. عندي ليجن تاني، دي صورة ام ار ودي صورة سي تي، تمام. في الام ار انا عندي ليجن سوفت تيشو وراتب للفرتبري والريب، وماركت سوفت تيشو ليه علاقة بالريب. يعني لأول واحدة كده نقول ان ده ايه تيومر، تيومر سوفت تيشو اوستيوليتيك وعلى هون ده تيومر. لما عملنا السي تي اكتشفنا ان هو اكسبانسايل. يعني اكسبانسايل يعني يكون كورتكس كويس اهو، كاتش الكورتيكال، الكورتكس بتاع البون، الكورتيكال اوتلاين للبون. يعني بعدين في واحد تاني ده بالسي تي هنا اداني شويه بيناي كرايتيريا، في الام ار لا، السي تي هنا اداني ريفايد بس مش ما حصلوش انتربشن. فالبايوبسي قال ان دي فايبرس ديسبليس. لو انا اعتمدت على حاجه زي كده في الرنين هقول ان ده ايه؟ ده حاجه مالي. انما لما انا عملتها كده فايبرس ديسبليس ما تعملهاش سي تي اللي هو البروتوكول الصح. في الحاله دي لازم نعمل سي تي لحاجات البنيه. حاجات تانية زي الفرتبري سباين، سباين البيت فوس فيه كتيرة جدا جدا. أنا عندي هنا مثلا في ليجن في الام ار، هنا كل الفرتبري دي سليمة، وهنا عندي في لو أو دارك سيجنال في حاجة اسمها باثولوجيكال. طيب في تي 2 فيها هاي سيجنال، يبقى لو ده تي 1 هنا لو هاي، وخدت كونتراست وشكل الكونتراست بتاعها هي كباثولوجيكال في الاول. هنا كده ممكن اقول دي حاجه الاثنين، يا مالجنت يا انفلاماتوري، يا مالجنت يا انفلاماتوري. الكونتراست حلت القضيه بنسبه كبيره. الرينج انهانسمنت والإديمة اللي معاها وشكل الباترن ده بيقول ان دي برايمري انفلاميشن. فالكونتراست حلت لي ايه؟ اللغز بتاع الحالة في تي 1 وتي 2. فالكونتراست هو اللي ايه اللي حل دي ايه سبونديل وديسكاليس. نفس الكلام هنا، بس هو عادة الانفلاميشن ما بيجيش مالتي ليفل. يعني عادة الانفلاميشن بيجي يعني في البراكتس بنشوفه عادة على ليفل واحد. مالتي ليفل كده بيشككني اكتر ناحية انها تكون ايه متاستاتيك،
فالكونتراست انهانسمنت يعني دي انفلاماتوري ودي انفلاماتوري، والحاله بالباثولوجي تراك تيوبركلوز. فانا الاول وهله هقول ان دي ايه متاستاتيك، بعد الكونتراست اخذت الباترن اوف كونتراست اوف ايه اوف انفلاماتوري بروسيس، فدي شكل سبونجيفسكايتس على مالتي ليفل بالتيوبركلوز. كتير جدا 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 يعني تقريبا الاسبوع اللي فات ده بس في حالتين على هذا الموضوع. رينال سيست نبعتها نعملها بروتوكول، المفروض ان احنا نعمل بروتوكول رينال اللي هو الفيس بقى النفروجرافيك فيس والسكريتوري فيس. عندي فيس في الكونتراست باخدها بتوقيت محدد للرينال ماس ورينال ايه سيست. انا في السي تي هنا اول صوره دي سي تي نون كونتراست باين سيست يعني مش شايفه فيه، لما النفروجرافيك فيس برضو ايه مش باين فيها سوفت تيشو انهانسمنت. لما عملنا لها رنين بدات تبقى مختلفه، لا بدا يبقى فيها زي سبتيشن. لما عملنا لها ده ديفيوجن طلعت ريستريكتد ديفيوجن، ريستريكتد ديفيوجن ادى نسبه مالينسي، وده اصبح مش ده وده ماشي. زي ما قلنا في الاول ان في ريبورتنج داتا سيستم الرينال سيست في حاجه اسمها روتينج ايه كلاسيفيكيشن، يعني يا اما سمبل سيست اثنين لا في كوانتيفيكيشن في كلاسيفيكيشن في سيستم كومبوننت او لا، بيعلي الجريدز ناحيه ان دي ممكن تبقى فيها elements of malignancy. فهنا اخذت الستريكتد ديفيوجن، لا فالديفيوجن في السي تي كنت هقول ان ده سيست يا ابني فيه فاين سبتيشن وكان هيمشي على ميس دايجنوز ان هو ايه رينا سيست، بس بعد ما عملنا الرنين هنا لا اخذ ريستريكتد ديفيوجن يبقى فيه نسبه ايه ليجنس، البيوبسي طلعت فبلا سيستم. الام ار اصبح ليه دور اساسي في الايه في الرينال ماسس والرينال، وده البيست ايمجينج في حاجة. تاني حاجه زي الحاله دي كان عندي هيباتيك فوكال ليجن. الهيباتيك فوكال ليجن ليس لها بروتوكول في التشخيص الترايفيزيك سي تي، وبعدين بنعمل الدايناميك سي تي، وبعدين فما يبقاش عيان هيباتيك فوكال ليجن وسي تي ابدومينال، لا لازم ترايفيزيك. واوقات الحاله في الترايفيزيك ما بتتشخص، بضطر ان انا اكمل او اخفف العيان على دايناميك ام ار اي ستادي ليفر ستادي. تمام، انا عندي ليجن هنا، الليجن ده في الفتات واخد تي 2 كويس او ساين من الحاجات البينوين. جينا في الكونتراست اخدت حاجه اسمها بريفرال نودولار باترن اوف انهانسمنت. البريفرال نودولار باترن اوف انهانسمنت ده بتاع الهيمانجيوم، فانا وقفت لحد كده هي هيمانجيوم. طيب بقى مهم في بروتوكول الدايناميك ليفر ان انا احط الديفيوجن والسبتراكشن والاي دي سي، فلازم ابص في الحالات دي على الديفيوجن والسبتراكشن والاي دي سي. الليجن ده اخد هاي سيجنال ريستريكتد ديفيوجن، بقى هاي سيجنال في الايه في الديفيوجن او بيتقال عليه ريستريكتد ديفيوجن، هنا دخل اليمنتس اوف ايه مالجنسي. فلو انا وقفت لحد كده لا هقول ان دي هيمنجيوما، وبعدين هيروح ويبقى مرتاح جدا واحمى يا فندم والف سلامه. لما دخلنا وشفنا الديفيوجن ريستريكشن لا لازم نقف كده، وكده هنا في اصبح في احتماليات الايه مالجنسي، والحاله دي فعلا فعلا اتاخد منها بايوبسي وطلعت لينا في الهيباتكس اتش تي. تمام، في حاجات تانية في الليفر برضو، الليفر ده يعني كتير جدا. أنا كده في السي تي المفروض ان المالجنسي في السي تي
ياخد ارتيريا انهانسمنت. التيومر دايما بياخد ارتيريا سموله، ياخد في الارتيريا فيز ياخد انهانسمنت، ما يحصلوش اوت البورتوجيز والديلي. ده الباترن بتاع المالينسي في الحاله دي في السيتي هنا. والاي في كونتراست ما فيش حاجه، كان السهم كده ما فيش حاجه خدت كونتراست، ما فيش هنا مش حاجه، عند سبوت انا ما شفتش حاجه. طيب لما جه عمل الرنين، لا في ليجن هنا باين، فهمت شويه في الكونتراست في بوستو فينس فضه. يعني ايه فضه؟ يعني كان واخد صبغه وبدا يبقى ايه هايبو انتنت. فضه في ليجن هنا باين في الرنين، ما كانش باين فين؟ في السيتي. فاحصل مس دايجنوزس ليه في السيتي وفي الرنين؟ لا هنا باين في الرنين، وبعدين بدأ يحصل له وش اوت، وفي الديفيوجن خد ريستريكت الديفيوجن. ده مالين كذا بقى، يعني عندي امثله كتير. اهم حاجه في الحاله اللي عندي، الحاله دي فيها حاجه كويسه، ده برضو رنين ليفر تمام. المكان اللي فيه الليشن ده فوق، المكان ده في حاجه اسمها ميرور ايمج الاورطه او فولس فوتو ليجن، اسمه ميرور ايمج الاورطه، اوقات بيبان هنا. فالمكان ده مكان كده لازم ايه، ولو في فوكال ليجن نبقى حريصين فيه شويه. هنا الفوكال ليجن مش باين، مش باين، وده ايه حاجه اسمها فات سائد او سبين ايه تمام. انا تقريبا مش شايفه حد كده، انا مش شايفه حاجه، هو مس. وبعدين في البورتو فينس لا بدا يبان هنا ان في ليشن، وبدا يبقى ايه هاي بوينتنج في الديت فيس خالص، مش اوت مش اوت يعني فاضي صراحه. فدي من الكرايتيريا بتاعت الايه؟ بتاعت المالجنس بتاعت اتش سي سي. ففي الحاله دي انا لازم لازم في الام ار ابص على كل السيكونس. يعني انا كارديولوجيست لو اكتفيت بكده، انا مش شايفه حاجه خالص، لا هيمس مني هنا هشك ان انا خلاص حصلوش قوي. ودي اهم كريتيريا المالينس. فليجن زي ده لازم نبقى خاصين جدا في المكان، ولازم نشوف كل السيكونس بتاعه. ربط معايا الكلام ده مفهوم ولا لا؟ طيب هنا الصورة دي بتاعت سونار الليفر، وعندي دي الجول بلودر. طبقا لصورة السونار الجول بلودر اللي هي سكند وول. فأنا في السونار هقول خلاص في السونار هقول إن دي سكند جول بلودر وول، سكند جول بلودر وول. أول حاجة إيه كالكولر؟ إيه كالكولر؟ كرونيك كوستاس. خلاص يعني العيان ده عنده إيه كالكولر؟ كرونيك كوستاس. طيب العيان عمل سي تي الوول سكند وفيها هايبودنس في السايكل. هايبودنس في السايكل دي في السي تي ده فات. لما عملنا الروني طلع إن الفات ديبوزيشن فين؟ في الوول. في حاله اسمها ادينوماي. ففي السونار كانت متشخصه انها ايه كالكولار كورينك كوستايتس. لما عملنا السي تي لا الثيكنس بتاعه فيها ايه هايبودنس في السايت بتاع الفات. وفي الرنين واضح جدا الادينوماي ايه ماي مكان. كان سهل جدا ان يقع التشخيص او يحصل مس دايجنوزس في السونار. انا كده تقريبا يعني حاولت اغطي اشهر الارتفاكتس او الحاجات اللي بيحصل لها ميس دايجنوزس معانا كارديولوجيست. فاحب اسمع رايك يعني، لو حد ليه سؤال أحب.
هل حد عنده أي سؤال أو أي استفسار في أي حاجة؟ أو إن شاء الله تمام، شكرا. معلش بقى إن شاء الله لو حد محتاج